فاليوم تم جديد انتخاب المكتب المسير للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي. هذه الكونفدرالية تعتبر من أقدم التمثيليات المهنية بالقطاع. هذه التمثيلية اللي عاشت واحد المجموعة ديال المراحل والتحولات اللي عرفها القطاع ديال الصيد البحري. كذلك هذه الكونفدرالية اللي واكبات المخطط اليوتيس في هذه 10 سنوات الأخيرة واللي عرف واحد النجاح جد مهم، بحيث أنه الاستثمارات هي اللي كتعكس هذا الكلام هذا، بحيث أنه إذا لاحظنا كانت واحد التغيرات كبيرة واستثمارات كبيرة فيما يخص المراكب الأسطول ديال الصيد سواء الساحلي أو التقليدي ربما أعلي البحار. ما عندناش أوراش في المغرب باش تعرف هذه التحولات، ولكن الصيد الساحلي شهد واحد الثورة جد مهمة، ثورة صناعية فيما يخص جديد المراكب. كذلك هذه الكونفدرالية عاشت تنزيل ديال واحد المجموعة ديال المخططات من أجل المحافظة على الثروة السمكية. فاليوم كما قلت تم تجديد المكتب المسير. هذا المكتب المسير اليوم اللي جاء في ظل هذه الأزمة العالمية اللي هي أزمة فعلا جميع الدول العالم اللي اليوم كتحس بها وكتضر منها. المغرب كذلك بلد اقتصادي مهم في واحد النمو، في طريق النمو اللي هو جد مهم، تبين بأنه كذلك تمس من هذه الأزمة. القطاع ديال الصيد البحري بصفة مباشرة، بحيث أنه الثمن ديال المحروقات اللي تم ارتفاع دياله واحد ارتفاع صاروخي، وهذا واحد الشيء اللي هو خارج على الإرادة لا ديال الحكومة المغربية ولا ديال المهنيين ولا ديال المزودين. فالمكتب اليوم غادي نكب على مواكبة هذه الأزمة هذه باش يلقى بعض الحلول المهنيين من أجل ضمان الاستمرارية في العمل. كذلك الشيء اللي جد مهم أكثر هو الانكباب ديال المكتب المسير على مدى المحافظة على الثروة السمكية، مدى محاربة الصيد الغير القانوني، لأنه اليوم كنعرفوا بأننا وضعنا واحد المجموعة ديال المخططات اللي هذيك المخططات كتكلم على راحات بيولوجية. راحة بيولوجية يعني توقف عن الصيد من أجل التوالد، من أجل واحد مجموعة الأمور، إلى أنه تبين بأنه في هذه الفترات كاين بعض المناطق اللي يكون فيهم الصيد غير قانوني. فهذا هذه الأفعال اليوم بينات بأنه واحد النوع من الأسماك مثلا الأخطبوط اللي عرف واحد التراجع في الثروة السمكية واللي تسبب في التوقف ديال مجموعة الأساطيل سواء تقليدية ساحلية ولا أعلي البحار، اللي تسبب كذلك في التوقف على العمل ديال واحد المجموعة ديال البحارة. إذا هذا شيء اللي ما يمكنش المهني اليوم يستسلموا ليه ولا يتقبلوه، لازم غادي نوقفوا وقفة رجل واحد من أجل أننا نلقاو واحد الحلول، من أجل كذلك أن وزارة ديال الصيد البحري تغير الطريقة ديال المراقبة ديالها بالنسبة للمعامل ديال التصبير وديال خاصة ديال التجميد ديال مثل هذا الأسماك.